السلام عليكم. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعدة صور عبارة عن لقطات شاشة مضمنة من الحساب الرسمي على موقع الفيسبوك للأستاذ المفصول من عمله دالي علي، تتضمن بعض الكلمات الخادشة للحياة ولا تعكس أبدا صورة دالي علي الراشدي الذي نعرفه ونعرف مواقفه. وتفاعل ناشطون مع هذه الصور وتهاطلت آلاف الرسائل والتعليقات عليها متسائلين عن حقيقتها وصحتها، خاصة وأنه تم نشرها منذ أشهر. ورد أستاذ الشريعة في منشور لها: حسبي الله ونعم الوكيل، تم استرجاع الحساب بعد اختراقه. وما زالت قضية هذا الأستاذ تصنع الحدث في الجزائر، خاصة بعد أن طردوه من العمل بسبب نصيحة. وطلب ناشطون وزارة التربية بضرورة فتح تحقيق عاجل للكشف عن الأسباب الحقيقية لفصله من عمله ومحاسبة الظالم ورد الاعتبار للمظلوم.